مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا مرحبا. حي الله المجاهيل. الله يبقيك ويسلمك. شاركتوا اليوم في التلاتة، عطونا علومكم. اليوم زين الحمد لله ونشكره، شاركنا مع اخواننا مشاركين. والشوط اليوم يعتبر شوط نخوي. ونحمد الله مشاركتنا ان شاء الله طيبة. وان شاء الله نحمل المنافسين اللي في المقدمة برات الله. عبد الله حصلتوا العام الماضي على المركز الرابع. السنة هذه في تقدم؟ ان شاء الله، احنا العام طال عمرك شاركنا حصلنا على المركز الرابع وكانت أول مشاركة لنا في الشوط التلات. والسنة هذه الحمد لله رب العالمين. بتشوفون الحلال والناس والجماهير بعد هم مستانسين من عرض الحلال ونقول الله يوفق إن شاء الله. النسخة الثالثة أخذتوا الأول فحل وإنتاج. النسخة الثالثة أخذنا فحل وإنتاج. وإنتاج المركز الأول والسنة هذه شاركنا وإن شاء الله نحن ننافس على المركز الأول بقوة. وش دعمكم السنة هذه للتلاد خصوصا؟ أبشر حنا معنا ركاب منتجة. معنا يمكن بعيرين معروفة على مستوى الجزيرة. وإنتاجها كل سنة نضيف 4-5. والتوفيق عند الله سبحانه. الله يوفقنا وياك. كيف شفت الشوط؟ الشوط طبعا حماسي، الشوط قوي اليوم، شفنا النوادى، الشوط ناري وتشوف اسماء اليوم موجوده بعد كبيره من هالنخب، والناس المنتجين اليوم ينافسونهم. والفرصه متاحه للجميع. التوفيق لله سبحانه، من الله للجميع ان شاء الله. توقعاتك ترشيحاتك؟ والله احنا ان شاء الله في المقدمه برده الله. عاد الخبر النهائي عند اللجنه، نقول الله يوفقهم للحق ان شاء الله. وسامي ما فيها كلام، سامي اللجنه ما فيها كلام، معروفين وهالنظر وهالذمه. التوفيق عند الله سبحانه. آمين. الله يجعل ربي يطول عمرك وفالك التوفيق إن شاء الله. أنا وفالك. لا أنت.